تحويل الكتان لأقمشة، وإزاي كانوا بينسجوا، وإزاي النسيج ده تطور. يعني طبعا ده طرق قصة سنوهاي. تعد قصة سنوهاي من أروع القصص الأدبية في مصر القديمة، وهي تعود لعهد الملك سنوسرت الأول اللي هو 165 ما قبل الميلاد في العصر الدولة الوسطى. وهو على الرغم من ذلك فقد عثر على نسج متعدد منها حتى نهاية الدولة الحديثة، من حيث كان الطلاب يدرسونها في المدارس. تحكي طبعا قصة واقعية للقائد العسكري سنوهاي من بلاد الشام، خوفا بعد اغتيال الملك انحطب. هنا طبعا قدس المصريين طائر ابي منجل، يعني هو كان بمنقار كبير وبين الهلال الوليد، وكانت قدرته على معرفة اماكن الديدان اللي احنا بنقول عليه ابو اردان. حاجة جميلة جماعة، عليكم ان تفخروا انكم مصريين. هنا ابتكار طبعا، هنا النسيج المصري او التطور. هنا الخيمة للأمير أيس، تمام. تحتمس الثالث، كانت تحتمس الثالث من أعظم الملوك المحاربين في مصر القديمة، وصاحب عبقرية فريدة في تخطيط المعارك وإدارة العمليات الحربية. وده تمثال تحتمس. كان هواسهم بأن هم يكونوا بصمة لا تنسى منذ بدء كتابة التاريخ، وحرصهم الشديد أن هم يكونوا مذكورين ويكونوا موجودين دايما كان مؤثر فيهم جدا جدا جدا. هنلاقي لكل ملك التمثال بتاعه، هنلاقي أخناتون عامل النشيد. حاضر. طبعا دوت أخناتون، طبعا فاكرين بقى أخناتون وعارفين بقى بتاع الجاز، بتاع الجاز، فاكرين انتوا رشدي أباظة وكده، هو ده بتاع رشدي أباظة أخناتون.